السلام عليكم، عاملين ان شاء الله تكونوا كويسين. دايما لما بنذكر كلمة اختراق لازم نقول مثلا اختراق ويب سايت او موقع، اختراق مثلا جهاز، اختراق مثلا شبكة، اختراق مثلا سيرفر، اختراق مثلا لعبة، اختراق مثلا تطبيق، ولكن ما بنذكرش اختراق مثلا سيارات. واحد يقول لي ايه ده، هو احنا ممكن نهكر السيارات ونتحكم فيها ونخليها تمشي لوحدها مثلا، او تشتغل لوحدها مثلا، او نعمل كنترول عليها؟ هقول لحضرتك بالظبط كده، وهو ده اللي هنوفره النهارده ان شاء الله في كورس مدفوع من على يدمي، ولكن هنوفره على المنصه بتاعت في 7 اكس اكاديمي بالمجان. الكورس ده حرفيا بيشرح لحضرتك ازاي تعمل لوحه التحكم اللي هتقدر من خلالها ان انت تعمل كنترول على السياره وتتحكم فيها بالكامل. طبعا بالنسبه لبعض الناس الموضوع هيكون غريب شويه، بس خليني اقول لحضرتك بكل بساطه الموضوع مش غريب ولا صعب ولا حاجه. كلنا عارفين ان السيارات فيها جانب الكتروني كبير او بتشتغل ببروتوكول معين، فهيحصل ايه مثلا لو قدرنا ان احنا نتلاعب في البروتوكول ده؟ فبالتالي هنا هنقدر ان احنا نعمل كنترول على السياره بالكامل، وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في الكورس ده. وعشان وقت الفيديو تعالوا نبص بس على محتوى الكورس، وبعد كده تقدر تحمله حضرتك من المنصه بتاعتنا بالمجان. اوكي جايز، يلا بينا نبدا. اول حاجه طبعا لازم حضرتك تبقى فاهم ان دي مش اوتو موبايل هاكينج، ان حضرتك بتخترق الموبايل، انت فاهم غلط. الاوتوموبيل هاكينج او السيارات، اختبار اختراق السيارات، عشان في ناس لما شافت الكورس ده على تليجرام فاكره وفاهمه ان الكورس خاص بالموبايل هاكينج. لا يا جماعه الخير، انتوا فاهمين غلط، لان في ديسكريبشن انا بقول لك ان انت ازاي تباي باس السكيورتي او تلاقي ثغرات في السيارات او الفيكلز. اهي فيكل، تمام. طيب فيا ريت تركزوا في الحاجات دي. الكورس طبعا شهر 11 2023، حرفيا اخر ابديت لي من شهر، من 30 يوم، وانا منزله حضرتك النهارده بالمجان بغض النظر عن ان هو مدفوع، ولكن يا صديقي فيروس 7 اكس ما بنزلش حاجه مدفوعه. فانت خدها قاعده، اي كورس بنزله فيروس 7 اكس بين قوسين كده اعرف ان هو مجانا والكورس ده مدفوع، بس هو منزله لك ببلاش، تمام. انا مش بنزل اي حاجه مدفوعه، ما عنديش اي محتوى مدفوع، كل المحتوى اللي بنزله هو مجانا. قبل اي حاجه بس تعالى نبص بص على محتوى الكورس ده، ونشوف الكورس ده موجه لاي فئه من الناس، تمام. طيب بقول لك الكورس ده للباحثين بتوع السايبر سيكيورتي، اي حد باحث او سايبر سيكيورتي او باحث امني مثلا، فيقدر ان هو يدرس الكورس ده، هيكون مفيد ليه، هتطور مهاراتك والاكسبيرينس بتاعتك والسكيلز بتاعتك بشكل كبير جدا، يبقى عندك خلفيه عن الموضوع وان مفيش حاجه مستحيله، تمام. طيب في نفس الوقت برضو الايثيكال هاكرز، الهاكرز الاخلاقيون، الناس اللي هي الوايت هات الغلابه، تمام. في نفس الوقت برضو الناس اللي هي اللي بتدور على التعليم المجال ده، او الناس اللي هي عندها هوايات وكلام من ده كله، اي حد مهتم برضو بالسايبر سيكيورتي بس يقدر يفكر بره الصندوق. باختصار شديد حضرتك ممكن تاخد الكورس ده من باب زياده معلومات، او من باب ان انت تكون فاهم ان الحاجه دي مش صعب اختراقها ولا مستحيل، وعندك خلفيه ان في بروتوكولات تقدر تتلاعب بيها، وتقدر ان انت مثلا تباي باس السكيورتي بتاعتها، وتقدر ان انت تتحكم في السياره، تمام. طيب ايه هي ريكويرمنتس، المتطلبات اللي هتكون عند حضرتك قبل ما تدخل على الكورس ده؟ بيزك نوليدج اوف لينكس، لازم حضرتك تكون فاهم يعني ايه لينكس، بالاضافه ان انا منزل كورس لينكس شيل سكريبت على المنصه، ومنزل لكم كورس لينكس بلس من كومبيتي اي المعتمد مجانا على المنصه، تمام. طيب في نفس الوقت انا بقول لحضرتك انك تكون خدت الكورس الاولاني اللي هو الفيرجن 1، لان ده كده الفيرجن 2 عشان تركز. بس خد بالك برضو اقول لك على حاجه، ان اصلا الكورس ده فيه انترودكشن او مقدمه او مراجعه سريعه كده يعتبر على الكورس اصلا الاصدار الاول، يعني انت مش محتاج اصلا تحمل الكورس الاولاني، تمام. وبالنسبه للهاردوير ريكويرمنتس للكوميونيكيت مع السيارات وكده، الكلام ده كله هتلاقيه في الكورس، تقدر تعمل سيرش على الحاجات اللي انت هتلاقيها في الكورس مع الشرح العملي يعني، تمام. طيب هنا طبعا في الانترودكشن بيشرح لك حاجات غريبه، وبيفهمك ازاي تتعامل مع السيارات والبروتوكولات بتاعتها، سي ان بروتوكول، سي ان مش عارف يوتيلز، وحاجات غريبه كده بصراحه انا اول مره اسمع عنها. ولكن الكورس ده انا واثق ان في بعض الناس هتستفيد منه، وان انا شخصيا في يوم من الايام هلف كده وهرجع ادرس حاجه زي كده، ولكن ادينا موفرينه على المنصه بتاعتنا بالمجان، تمام. طيب مده الكورس طبعا حوالي 3 ساعات ونص، مش كتير يعني، تقدر حضرتك تخلصه في يومين، يعني لو انت كده بتتسلى فيه يوم او يومين تقدر تخلصه وتفهمه، فالموضوع لذيذ. بالنسبه القطع دي بصراحه انا مش عارف هتكون متوفره على قسم الاردوينو والهاردوير الخاص بالمنصه بتاعتنا ولا لا، ولكن اتكلم مع باشمهندس سيف واشوف لو الحاجات دي متوفره، فان شاء الله هنقدر نوفرها لكم كلها على المنصه بتاعتنا لو لقينا الناس مهتمه، تمام. طيب فده باختصار الكورس، بتمنى يكون كل حاجه واضحه، وبرضه اسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن او على قناتنا على التليجرام، عشان لو حضرتك حابب تشوف مثلا معلومات اضافيه. وزي ما شفنا مع بعض طبعا محتوى الكورس جميل جدا، زي ما قلت لحضرتك الكورس ده هيكون متوفر على المنصه بتاعتنا بالمجان، ادخل على المنصه على قسم افضل الكورسات بالمجان هتلاقي الكورس ده موجود، اضغط على تحميل المحتوى هيحولك دايركت لصفحه التحميل المباشر. طبعا الكورس بالمجان بدون اي مقابل، يعني فاقل حاجه حضرتك ممكن تقدمها لنا انك تشير المنصه وتعمل لها تقييم على متجر جوجل، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد، وما تبخلش على حد بالمعلومه، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.